Bonjour, bonjour. Voilà, اليوم رجعت لكم avec un gâteau تاع التفاح, gâteau à la pomme. نحتاج لهذا الجاتو زوج حبات تفاح. Voilà, راهو طايب بيان. دروك نحكم التفاحه, نحي لها القلب نتاعها, ومن بعد نولي نقطعها اون فين ترونش هكا دي لاميل تري فين. نحط لهم القارص باش ما يكحالوش ونخليهم جانبا دو كوتي. نجيب انايا لو بول نتاعي اللي راح نخدم فيه, نحط زوج حبات بيض, نحط معاهم السكر 150 غرام سكر, هذا تاع 200 غرام الكاس هذا, او شفتوا الكاس ماهوش معمر, تخلي 3 كارت تاع الكاس. نضرب بالعقل هذاك السكر, نهبطو بالعقل كي نشوفوا بلي الخليط نتاعنا بياض, نحطو التولوت نتاع الكاس هذا تاع الزيت 120 مليلتر تاع زيت. نهز واحد ياورت ولا ليكيفالون تاعو بالتاع الياورت هكا, نحطو حليب ونخلطو. نزيدو دركا نحطو 200 غرام فارينة, 200 غرام جاوني كاس ونص بهذاك الكاس تاع 200 غرام هي بلوتو 200 مليلتر. نحطو باكيت على لوفيغ لافاني وحطيتها مع السكر. نصفيو جاني كاس ونص قلنا فارينة, نحطوها من دو كوتي ونوليو نرابيو التفاحة التانية. نرابيو التفاحة التانية, الجو هذاك قسمناه نص حطيناه في لاباط ونص نكبو على التفاح باش ما يكحالش. ونولي نخلط هذاك التفاح غابي, نخلطو في لاباط, خلطو بيان. نكون انا موجده لو مول نتاعي بالزبده والفارينه, نفرغ لا بريباراسيون كامله في نص لو مول, ونجيب هذوك لي لاميل تاع التفاح نستفهم تو تو تور, بقاو لي كعبات حطيتهم في النص. نحط لو غاتو تاعي طيبه 180 دوغري بلوس دو جين دو ميير فاصون, شوفوا افيك ان كوتو اولمبيك, شوفوا لا كانتاب افون ما نحطو صوبودريت لو زاز دو سيترون. لو زاز دو سيترون حطيتو في بلاصه القرفه باسكو عندي في الدار ما يحبوش. كي طاب الكاتو دهنتو بشويه كونفيتور, خلط مع ما زهر خلطتهم وراني ندهن بيه بالبانسو. وهاد لو بورتور تاع الميليو عندي شويه كاوكاو محمص ومرحي, حطيتو في لو بورتور هذا اللي في النص. نتوما تحبوا تحطوه ولا تحطوا لوز ولا دبر روسكم كيما حبيتو. اي لي تري تري بون تري ليجي.